مع الأستاذ عبد الحميد بن مصباح المحامي. أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا أستاذ في هنا تونس. أهلا بك في مؤز وبكيف الضيوف الكرام. أكيد كنت تسمع في زميلتي ابتسام كانت قدمت الموضوع، هل هذه القضية بدأت بالتحقيق الذي وقع بثها في قناة الجنوبية وما علاقة محمد بوعنان بكل اللي حكاه الشاهد في هذا التحقيق؟ في مؤز قبل أنت تعرف وضيوفك أيضا يعرفوا أنه خلال هذا الطور على الأقل من الأعمال ثم خصوصيات إجرائية، القانون تقريبا ينص على سرية التحقيق ويخلي مجال تدخل الإعلام المحامي في الإعلام تقريبا محصور جدا، أولا بالمسائل العامة من خروج في التفصيلات، وثانيا بما لا يؤثر على سير البحث على الأقل المعطيات الأولية اللي نجم نعرفه. المعطيات الأولية اللي وردت في تقديمكم الآن تقريبا هي المعطيات الصحيحة. ثم شق ما يخصش في محمد بوعنان الذي يخص بالصاحب المطحنة وما له علاقة بجهة باجة، هذا الكل ما يخص سي محمد وما يحق لناش لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الأخلاقية أن نخوض فيه. أما الجانب الثاني الصحيح اللي يخص سي محمد لكن من الناحية القانونية دي منقول أنه خلال هذا التطور الإجرائي ما نجموش نحكيه على تهمة، لأنه الآن نحكيه على أفعال، نحكيه على منسوب إلى شخص معدن ولو نحكيه تهمة كان بعد الإحالة وبعد تكييف النيابة العمومية. الأفعال تقريبا اللي سئل عنها سي محمد بوعنان اللي من خلالها نحن نفهم طبيعة الاشتباه وطبيعة ربما الجريمة اللي يمكن تتكيف بعد ذلك تتعلق بمسار الفرينة المدعمة في تونس. ماذا بيك ناخذ أكثر معطيات؟ هل سئل مثلا محمد بوعنان على امتلاكه أكثر من مخبزة؟ نعرفوا أنه يمتلك تقريبا 27 مخبزة، تسأل على هذا أم لا؟ هل هذه هي ربما الشبهة اللي عنده أكثر من مخبزة؟ سي محمد بوعنان تقريبا فما مسائل ربما بعض الأخيان، أنا نحكي في المطلق بعض الأخيان، بعض التدقيقات ربما في حاجة أنها تكون تتوضح، وحتى بعض السادة الإعلاميين أيضا كيتناولوا بعض المواضيع ربما فما مسائل دقيقة تفصيلية قانونية قد تغيب عنهم، وهذا هذا ما فيش إشكال. سي محمد بوعنان يتمتع برخصة واحدة لمخبزة من صنف جيم اللي هي المخبزة التقليدية اللي نعرفوها اللي تصنع في الباكيت، وبقية الكوش كلها وقع شراهم كأصول تجارية وفق ما يقتضي القانون، وهذا مسموح به قانونا وغير مجرم. القانون تقريبا لا يتيح للشخص بأنه ما يأخذش أكثر من رخصة اللي هي حالة سي محمد بوعنان، أما أنه يأخذ أصول تجارية أخرى ممثلة في مخبز أو في غيره ما ثم حتى شيء قانوني يمنع، وهذا تقريبا حال وضعية سي محمد بوعنان في الملف هذا. معناها محمد بوعنان عنده رخصة متاع مخبزة، عنده مخبزة وبعد باش تفهموا أكثر المستمعات والمستمعين متاعنا مشي شري 26 مخبزة أخرى، اشترى مجموعة أخرى من المخابز. الرقم مش دقيق ولكن اشترى مجموعة أخرى. ميساش أعطيني الرقم، هذا ماذا بينا يكون الرقم دقيق في أقل من الرقم اللي ذكرته. اي اقل قدير 23 بيقولوا فوق العشرين، خلينا نجم نفهم تقريبا في تقريبا في الحدود هذيك. به معناها عنده مخبزة عنده فيها رخصة وشراء الباقي ديفونت كوميرس مخابز اخرى وليت على ملكه، هذا علاش على ملكه او على ملك عائلته او ماشي شركات ايضا، هي تقريبا كلها شركات المالك للمخبزة هي شركات. ربما ما خلق الري دي أنه موزع تقريبا في أكثر من جهة، ومعروف سي محمد بوعنان تقريبا تاريخيا شخصية ارتبط اسمه بصناعة الخبز تقريبا منذ 50 سنة، معناها هذه حقيقة أصحاب المهنة الكل يعرفوها. هناك أيضا حديث على تسجيلات صوتية، هل التسجيلات اللي سمعناهم اللي شفناهم على مواقع التواصل الاجتماعي وقع سؤاله على هذه التسجيلات، هل هي تسجيلات هل هي مكالمات هاتفية؟ إلى حد هذه اللحظة الملف ما فيش تسجيلات، لم يسأل سي محمد على تسجيلات، ولكن إذا كان ثم تسجيلات فإنها تسريبات، يعني نحن نميزوا ما بين التسجيلات ما بين التسجيلات اللي تكون ناتجة عن سماعات تكون بأذون قضائية وهذا موش متوفر في ملف الحال،
وبين تسجيلات أخرى أنه شخص يكون سجل شخص أو شخص يكون جاب تسجيل لشخص آخر. هذا أولا من الناحية القانونية ما عندوش حجية باعتبار أنه ينتهك الخصوصيات وحريات المعطيات الشخصية للناس. إلى حد اللحظة هذه فأنه السي محمد بوعنان لم يسأل عن تسجيل أو عن مكالمة أو محادثة جمعته بأطراف أخرى. السيد الذي تحدث في التحقيق متاع قناة الجنوبية هو مبلغ الآن محمي بقانون حماية المبلغين، وقع سماعه كشاهد تعرفوه. هو ما نجموش في المسائل الإجرائية والقانونية ما نجموش نخمله. احنا نتعاملوا في الملف كأوراق وكوثائق. الآن في القانون، قانون غسيل أموال، يتيح للقضاء، يتيح للنيابة العمومية، يتيح للجهة القضائية المتعهدة أن تواجه الشخص بشهادة شخص آخر من دون أن تكشف عن هويته. هذه تقريبا استثناء حطوا المشرع كان في قانون الإرهاب وفي قانون غسيل الأموال. عدا ذلك فأنه الشاهد ملزم قانونا بأن يدلي بهويته حتى يتمكن الشخص المعني بالأمر أنه يقضح فيه، ولا أنه يقول بوجود عداوة سابقة أو كيد سابق أو غير ذلك. الاستثناء تقريبا هو في قانون غسيل الأموال وفي قانون في جرائم الإرهاب. سي محمد سئل عن تصريحات أدلى بها شاهد غير محجوبة هويته معطيات، ولكن وقتاش تولي المعطيات هذه عندها قيمة قانونية؟ إذا ما قرنت أو إذا ما أضيفت إليها قراءة أخرى ودلائل أخرى تدعمها. إلى حد الآن فالمذكور من قبل الشاهد هذا المحجوب هويته ما ثم حتى دليل أو قرينة أخرى تدعمها، بل ثم ربما بعض المعطيات حتى كلام أنا أسمح لنفسي أن نقيمه أن نقول كلام كاريكاتوري أصلا ما كانش في تقديري شخصي ما كانش ينبغي أن يوصل إلى محاضر رسمية، لأنه ديما المحاضر الرسمية ثم أنا في تقديري فما جانب من الجدية وفما جانب من العمق يلزم تكون فيها بقطع النظر عن 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 قيمتها القانونية وعن آثارها القانونية. هذا رأيي الشخصي على الحق. الشاهد هذا وقع سماعه، معناه بعد ما تكلم في التحقيق بتاع محمد البوزيدي والحوار اللي قاله، قال أنا مستعد أني ندلي بشهادتي أمام القضاء. وقع سماعه ولا مازال لم يقع سماعه؟ هو السي معز أنا كنت دقيق، قلت إلى حد اللحظة هذه أنا ما نعرفش الشخص هذا، إن كان الشخص المبلغ هذا هو نفس الشخص اللي يتحدث في الحوار اللي أنت قلت عنه. أنه أنا الورقة القانونية تقول أنه شخص شاهد محجوبة هويته. واضح. أن تخمنوا أنتم كأعلام أن يكون فلان أو كي يكون فلان تلك مسألة أخرى. واضح. أنا ما نخمنش. سؤال أخير، هل هناك تقاطع قانوني وسياسي حسب رأيك فيما يحصل للسيد محمد بوعنان، خاصة بينه رئيس الدولة أعطى تعليماته لوزيرة العدل لتتبع كل شخص يتورط في الاحتكار؟ والله إلى حد اللحظة هذه أنا أعتقد أنه الملف أنا نقول كحكم عام في انتظار ربما يجي وقت ونقدم تفصيلات، أنه الملف ما فيش إلى حد اللحظة هذه ما يمكن أن تتأسس عليها إحالة أو أن تتأسس عليه إدانة. ننتظر تقدم سير البحث ونشوف إذا كان ثم للنيابة العمومية أو للجهات القضائية بصفة عامة حاجات يمكن أن تسأل عليها سي محمد بوعنان، وقتها عندما يتقدم سير البحث تو نشوفوا إن كان ربما ثم جانب سياسي في الموضوع من عدم. واضح الأستاذ، باش نلخص فقط، يعني اللي فهمته أنه اليوم سي محمد بوعنان الاحتفاظ به على خلفية أنه عنده أكثر من 20 مخبزة وعنده رخصة واحدة، وسيادتك تفسر الآن تقول بأنه من حقه هذا لأنه الرخصة اللي عنده حالل بها مخبزة، بقية المخابز شراهم شرا دي فوند كوميرسي وان عن طريق شركات اللي فيهم عائلته إلا هو مباشرة. هذه هي الحكاية أستاذ. هذه. شكرا لك الأستاذ عبد الحميد بن مصباح محامي محمد بوعنان، شكرا.